بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله مكملين مع بعض بقية فيديوهات سيريالز 101 ان سي شارب. هنعمل دلوقتي ديمو عن التو توبكس اللي اتكلمنا عليهم في الاي او، هو الدرايف انفو والدايركتور، وازاي اقدر اشتغل ما بينهم. وهنزود حاجه على الدايركتور وهي جيت فايلز. تعالى مع بعض نعمل ابلكيشن سريع كده يوضح لنا النقطه دي، وهنزود فيديو تاني ازاي اتعامل مع الالاو دروب دراج اند دروب على اكتشاف الفولدر او الفايلز اللي انا هشتغل عليه. تعالى بسرعه كده نعمل الابلكيشن ده، هنسميه اي او ديمو 3. عباره عن ايه؟ تعالى نعمل الديزاين بتاعنا. انا عايز حاجه تعمل لي زي اكسبلور بسيط، اقدر من خلاله اوصل لاي فايل وممكن اعرضه بشكل عادي. تمام. طيب انا محتاج الاول خالص احط هنا كومبو بوكس، وادي كومبو بوكس تاني، وهحط ليست بوكس، وهحط ثلاثة ليبل، وتعالى هنا نوضح الشكل بتاعه. الليست بوكس هتبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ هي حاجة بتعرض لي الفايلز. تمام. وهنا هختار البارتيشن، وهنا هختار الدرايف. خلينا حتى نحط حاجة مع بعضها عشان يكون عندي مساحة كمان ان انا اشتغل على نقطة تانية، وهي عرض صورة مثلا. فانا هنا ده هيكون درايف. تعالى نظبط الكلام بتاعنا، ده هيكون درايف، وده فولدر، وده فايل، وببساطة خالص أنا هاجي في الفورم نود وهبدأ أعمل الشغل بتاعي. فهاجي هنا وأقول له درايف انفو. طبعا انا هنا مش معرف طبعا ممكن بما اني كتبتها صح اعمل ريسولفنج واعمل يوزنج المين. تمام. للاي او كده اعرف اي او فوق، او استخدمنا اليوزنج النيم سبيس. هاخد منها اري هتبقى باسم درايفز ايكوال درايف انفو دوت جيت درايفز. يبقى انا كده عملت اري، وهعمل اري تانية. طبعا ممكن اخد الكلام ده بحيث تبقى المسألة اوضح واحطه ك variables region. تمام. وهعمل هنا string array اسمها مثلا files او my files. طيب الفورم لود بقى هبدأ اعمل ايه؟ هبدا اقول ان الكومبو بوكس 1 دوت الداتا سورس، ممكن اخدها بالداتا سورس بتساوي دي واخلص، وممكن اعملها فوريتش عشان نبقى شفناها برضو بالفوريتش. تعالى كده نكبر شويه، فور اتش الفوريتش بتاعي. انت بتشتغل على ايه؟ بشتغل على درايف انفو. خلي بالك دي اري، يبقى انا كل عنصر فيها عباره عن درايف انفو. هنسميه مثلا دي الكوليكشن بتاعنا جوه درايف. طب انت عايز ايه؟ بقول له ان الكومبو بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد عايزين منه دي دوت اني، يبقى انت هتضيف جواك الاسامي. كويس كده؟ مفيش اي مشكله خالص. يبقى انا ضف الدرايفز بتاعي كلها. تمام. طبعا لما اعمل ران كده هتلاقي عندي فعلا ان الدرايف بتاعي بقت كلها موجوده، بس اتفقنا ان انا عندي هنا درايف ماناش محتاجها. يعني ايه ماناش محتاجها؟ يعني دي لو انا كده يا شباب فتحت ماي كمبيوتر، هتلاحظ ان السي دي بعدها دي عباره عن اسطوانه، والاتش عباره عن دي في دي.
او سي دي ودي في دي. طيب انا مش محتاج الحاجات دي لانها نوت ريدي، تمام. فانا هبدا اقول له اف ان ال دي دوت از ريدي، لو هي ريدي اند دي دوت الدرايف تايب ايكوال درايف تايب دوت فيكسد، يعني الهارد الحاجة الثابتة، تمام. في الحالة ديت حضرتك هتعمل لي فيل. طيب تعالى هنا الران تاني، هتلاحظ ان البارتيشن دي و اتش ما بقاش ظاهر. طيب انا لما هختار كده يا شباب من الكومبو بوكس، هاجي هنا في ايفن الكومبو بوكس الاولاني، وهخش على حدث السلكت تشينج اندكس، وهبدأ اقول له ان الواي اللي هي الاراي بتاعي اس اللي هي ماي فايل، ماي فايل بيساوي دايركتور دوت جيت دايركتور، انه اللي موجود في كومبو بوكس 1 دوت التكست، تمام. طيب بعد كده هقول له ان الكومبو بوكس 2 دوت الايتم بيساوي طب انا عايز الوب الاول، يبقى هحط ايه؟ صح كده؟ نحط 4 مثلا، يعني على فكره انت ممكن تعملها 4 او 4 اتش. طب هتقولي طب 4 هوريك مره 4 ومره 4 اتش، احنا شفنا 4 اتش، تعالى ناخد 4. هقول له ماي فايلز دوت اللينس، والمفروض ان حضرتك هتجيب لي كومبو بوكس 2 دوت الايتم دوت الاد دي ان اي او لي ماي فايل وفي الاي، يبقى انا كده دوت. بس ناقصني حاجه واحده، لو انا عملت رن هنحتاج نفرغ برضه، تمام. لو انا عملت رن اخترت سي، فعلا هنا ظهرت الفولدرات بتاعت سي، بس انا لو اخترت اي هيظهر السي وتحت الاي، انا عايز كل مره يختار حاجه واحده. فانا انا اي حاجه بملاها ك array لازم افرغها، فهاجي هنا اقول له left box او combo box 2 dot items dot clear، وبكده انا فرغتها. تعالى بقى نشوف ايه الخطوه اللي بعد كده. هاجي بقى في حدث مين؟ يبقى انا هنا في حدث ال change selected index change هبدا اضيف الفايلز، تمام. فانا هعمل تعالى ناخد string نخلي دي my file هي اللي موجودة، وهنا دي my folder، وهنغير بس يعني انا كده لخبطت في ايه، بس ان انا عايز اعرض هنا my mean my folder، يعني my file هتعرض لي الملفات. خلي بالك انا هنا هختار الدرايف، هنا هختار الفولدر، هنا هتعرض لي الملف. طيب هبدا اقول له ايه؟ نفس الكلام بقى، هبدا اقول له ان اف او ماي فايل خد ايكوال دايركتور برضك، ودي ميزه دايركتور عن دايركتور انف. دايركتور انا على طول جاست ان انت اشتغلت بتنادي على الميثود بطريقه ثانيه. المره دي هقول له جيت ايه؟ جيت فايلز هات لي الملفات. طب الملفات انهي؟ اللي في كومبو بوكس 2 بقى دوت التكست، يعني ده الباس بتاعك اللي هو الفولدر. طيب وبعد كده نفس القصه، ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت كلير، همسح اللي فيها، تمام. وبعد كده نعمل 4، ممكن 4 او 4 اتش مش تفرق. الاندكس بتاعي هيبقى عباره عن ماي فايل دوت اللينس، تأكد بس ان احنا فوق شلنا ماي فايل وخليناها ماي فولدر،
عشان احنا هنا بنتكلم على تو اريز. اريز هتشيل الفولدر دي جيت دايركتورز، واري هتشيل الفايلز دي جيت فايلز. تمام، هنا برضو بنفس الكلام هبدا اقول له ان الليست بوكس 1 دوت الايتمز دوت الاد لي ماي فايل اوف الاوب. وكده شكرا احنا خلصنا. تعالى نعمل رن ونشوف الابلكيشن بتاعنا. اخترت من هنا مثلا الاف، جوه الفولدرات بتاعت الاف اخترت مثلا السمارت، فبدأ يعرض لي مجموعة الملفات اللي جوه سمارت. طبعا لو احنا دخلنا هنا كده في عندي هنا ايه فوتوز او فوتو، لو انا عايز اعرض الكلام ده هخش على اي وبعدين من اي اروح الفوتو، فبدأ يعرض لي مجموعة الفوتو. طب دي كلها عبارة عن صور. تمام، ممكن اعمل حاجة بسيطة قوي وباني اضيف بيكتشر بوكس هنا، ممكن نكبر دي شوية عشان تاني، وهبدأ اغير السايز مود هخليه ستريتش، ومع ضغطة السيلكت اندكس تشينج هبدأ اقول له ان بيكتشر بوكس 1 دوت الايمج لوكيشن بيساوي الليست بوكس 1 دوت التكست. ده معناه يا شباب، تعالى كده نعمل رن، تعالى نختار اي مثلا، اختار منها فوتو، لو وقفت على اي صورة هتبدأ تتعرض بالشكل قدامنا ده. تمام، فانت عندك كل الاشكال متاحة ان انت تشتغل بيها وانت بتعرض كأنك بتعرض ايه ملف صور. تمام، بكده يبقى احنا عملنا شكل نوضح بيه الفكرة بتاعت الدرايف انفو والدايركتور، ودخلنا معاها الجيت دايركتور والجيت فايلز. بعد كده هنبدأ نعمل حاجة او مثال سريع شوية عن الالو دراج اند دروب على الفورم بنفس الشكل ده، ويظهر لي هو مجموعة الفايلز او الفولدر اللي تبعه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وياريت تعمل سبسكرايب علشان تتابع بقية الفيديوهات اللي احنا هنعملها على القناة. خليك ايجابي ومتبقاش المعلومة عندك شير في الخير. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.